هاد النفايات اللي كتشوفوا اليوم هنا في الدخله ديال الاندلسيه كتشكل واحد الخطر على السكينه، وهي في الواقع ما عمرها كانت. هذه اول نوبه في تاريخ الاندلسيه منذ 40 سنه وحنا هاد الاقامه موجوده. هذه اول نوبه كنتفاجئوا بهذا التراكم ديال النفايات. حاولنا نكتبوا الشروطات الرسميه وكتبناهم فعلا وناشدناهم وطلبنا منهم الله يجازيهم بخير باش ياخذوا الاجراءات الضروريه باش يرفعوا عنا هذا الاداء، لان هذه النفايات اولا تسببت في حوادث خطيره نظرا لعدم انعدام الرؤيه ديال الناس اللي كيجوا لهنا، والشرطه عندها حادثه متقة. واكثر من هذا الشيء اليوم حنا عايشين في ازمه ديال كورونا، عندك لي غيزون ديجيان ما بقاوش انعدمت، ان هذا الشيء كيشكل خطر على الصحه ديال الساكنه في الوقت اللي السلطات الله يجازيهم بخير تيقوموا بالتنظيف والتعقيم. في هذا الوقت هذا حنا كنجدوا راسنا الساكنه ديال الاندلسيه اللي كتتراوح ما بين 2000 حتى 3000 نسمه، والاغلبيه اليوم الناس من متقاعدين وعندهم الحساسيه كبيره بزاف وعندهم ليمونيتي ديالهم ضعفت في هذا الوقت هذا، بان في لو بلون سانيتير سا بوز ان بروبليم على هاد الناس كلهم. وحنا كنجدوا السلطات الله يجازيهم بخير، احنا ما عرفناش شكون المسؤول على هذا الشيء، تيقول لنا كازا انفيرونمون واحد كيفتنا عند الاخر، ولكن على كل حال كاين المسؤول اللي غادي يكون ياخذ بعين الاعتبار هاد المناشده ديالنا وهاد الظروف الصحيه، وسيما في ظل الكوفيد 19. انا كنجدوا السلطات الله يجازيهم بخير ياخذوا الاحتياطات اللازمه باش يرفعوا عنا هذا الاداء، لانه هو فعلا اداء لا على الصحه ديال الساكنه ولا على الصحه ديال لي ريفغان اللي كنشوفوا، ولا حتى على الجماليه ديال واحد الحي اللي عنده 40 عام ديال ليكزيستونس، وحي نظيف ومحترم والناس كيطوقوا يعيشوا بكرامه بعد ما هذه الازمه وما هذا الشيء. وشكرا للجميع.